الكلمة ليك. الكلمة ليك. مستمعي إذاعة الحياة فام من القيروان، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية الكلمة ليك. مواطن من بوحاجنة، جينات بالتحديد، عندي الوالد يعمل دياليز مرتين في الجمعة، يتنقل لحسابه الخاص، ما فهمش حتى وسيلة نقل، وديجا كان جت متوفرة حتى على حسابه الخاص مش مشكل، أما هما مساكن مش كان الوالد بارشا يعني وفاها الحكاية ذي، يتنقلوا مرة في الكار، مرة في اللواج، اليوم بركة روح الخمسة نتاع العشية، من قلة الترونسبور وخذا اللواج نتاع الشرار، معناها هو يروح لبوحاجنة خذا لواج الشرار، معناها معاناة كبيرة، وزيد احنا نسكنوا في الريف، إن يدني الصباح بكري نقوم نهزوا على مطور ولا نكلم له شكون يوصلوا المحطة، ومحطة يحاول للقروان ومقروان يحاول للسبيطار، مشينا البلدية كلمناهم قالوا لنا مش موضوعنا هذا ومش اختصاصنا، تو نشوفوا جمعيات وبرو الطرف وشوفوا جمعية ودرا شنو، كانوا موفرين لهم وسيلة نقل للسبيطار مرة تجيهم مرة ما تجيهمش، إذا كان أمكن الكار نتاع المعوقين هذيك مرة يهزوهم وعشرة ما يهزوهمش، ويهزوهم 9 على 10 هما وين يبدوا ثم الضاف، فهمت؟ يخلطوا مؤخر يدخلوا في الحصة الثانية، الحصة الثانية تبدا 11 10 كيك يكملوا ثلاثة من ساعتين ويمشي المحطة الكار بعد يمشي محط لواج يصير فيه مساكن، وفما ناس ما تنجمش تمشي تو كيما الشايب معناها ولا عاجز شويه ياخذ تاكسي وكذا برشا مصاري، وما فماش ترونسبور ما فماش المحطه ديما معبيه، اليوم قلت خلال الشرار ما فماش بحاجه، راهي معاناه تعملوا مزيه، كان فما بوسيبيليتي للمسؤولين الاداره نتاع الصحه ما نعرفش انا نشوف لهم حل. وبوك معناها تو حاليا عايز على التنقل الصحي شنو حالته؟ والله كيكا وبره مره هكا مره هكا، ساعات يبدا تعب شوي ساعات هكا، اما فما ناس اكثر منه معناها هو تو 64 سنه، فما ناس اكبر منه، فما حتى اللي اقل منه في السن وعازين معناها مساكن يصير فيهم، انا نعرف شكون يتنقل على حسابه كاريا يهز كاريا ويروحوا به كاريا في كاريوس. يرحم والديك، شوفوا لنا حل الموضوع، كان فما مسؤولين فما اصحاب خير، يرحم والديك. الكلمه ليك. الكلمه ليك.